كلمة مهمة عايز أقولها لله وللتاريخ. أنا بهدي المباراة التاريخية دي، واحدة من أجمل مباريات كرة القدم العربية وليس المصرية، العربية على الإطلاق بعد الأهلي والإسماعيلي، إلى كل إخواننا الأفاضل في الدوري السعودي بثلاثة تعريفة أبهرنا العالم العربي في مباراة لم تكن في حسابات أحد. يعني الناس اللي بتلعب دي، معلش شوف القيمة التسويقية لبيراميدز والقيمة التسويقية في الزمالك اللي هي نص بيراميدز، وصنعوا ما يصنعه أهل المليارات في الدوري السعودي من المتعة. هنا لا أهاجم ولا أقيم ولا أنتقد، ولكن من زمان كان نفسنا في ده. إيه الماتش ده يا جماعة؟ طب هل هو انتصار للمبادئ؟ أيوة، لأن ربنا بيدي كل من ينتصر للأخلاق والمبادئ. الحمد لله رب العالمين. انا امبارح نازل من الطياره وواقف في الجمرك، فكل الناس اصحابي في ورديه الجمرك بعد ما فتشوني طبعا لان مش على راسي ريشه، واخد بالك انت، ولقيوا الشنطه فاضيه. فالمهم فبيقولوا لي يا كابتن توقعك، قلت لهم يا جماعه بلاش التوقع عشان انا عندي حته ضربه في مخي في التوقعات. فمأمور الجمرك بيقول لي لا والله يا كابتن لازم، لان انا متابعك. قلت له طيب بص، خد من العبد لله واتكل على الله، الاهلي 2 والزمالك هيفوز بضربات الجزاء. الكابتن سعيد عبد العزيز حصل حاجه في دماغه بقى ومش مبطل التحدي معايا، ويجي يعمل لي ازاي لما يخسر؟ طب انا مالي؟ انا كنت بسالك. كلمني قبل الماتش اهو، وانا على فكره ما رضيتش اسجل عشان من الحسد اقسم بالله. كلمني قبل الماتش ويشهد شهاده لله، قال لي الماتش بتاع الزمالك كان لسه الاهلي خلصان، قال لي على فكره ماتش حلو قوي الاهلي وسيراميكا، قلت له اه وهنتكلم فيه النهارده، قال لي بس الزمالك ماتش صعب. والله العظيم يا كابتن حسام، يا كابتن جيها، والله قال لي ماتش صعب. قلت له يا كابتن ضربات جزاء الدقيقه 92 وراح الزمالك اتعادل، وسعيد يعمل ازاي؟ يقول لي يا باشا الوقت الضايع بيطول لك مخصوص. الاهلي الاهلي يجيب التاني في الوقت الضايع والزمالك يتعادل. ونازل من البيت فابو علاء، ما انا قلت لابو علاء حارس العماره عندنا، قلت له افضحك على الهواء، بص تعمل ازاي؟ بتقول لي ضربات جزاء يا كابتن اهو التالت جه. قلت له يا عم بص يا عم، هيتعادل الزمالك وقلنا ضربات جزاء، انتوا ليه كترات كلام؟ فعيني كلمني قال لي عشمت نفسي وخرمت انا وداني. يا جماعه والله العظيم اقسم بالله ما قابلت واحد غير يقول لي بيراميدز هيفوز، والزملكاويه كانوا يتمنوا اقل الخسائر الممكنه. الوحيد اللي قال ضربات جزاء وفوز الزمالك الحمد لله، في كل اللي قابلتهم، لان ممكن يكون حد من الجماهير قال زيي. خاف منك كابتن حسام. مباراه تاريخيه. بص يا صاحبي، ناصر النهارده يوم ممتع في الكره المصريه. من بدايه من مباراه النادي الاهلي ونادي سيراميكا لغايه مباراه نادي الزمالك ونادي بيراميدز، يوم ممتع في الكره المصريه. احنا هنبدا بالزمالك وبيراميدز. يعني يوم ممتع في الكره المصريه، انا استمتعت الصراحه بالمباراتين. يعني انا زي حضرتك كده اتفرجت على مباراه الاهلي كامله، واتفرجت على مباراه الزمالك برده كامله لحد الوقت لحد الاوقات الاضافيه، وبعد كده ما كنتش كملت. نادي الزمالك زي ما حضرتك بتقول، الناس يعني اشد المتفائلين واكثر المتفائلين من جماهير نادي الزمالك ان النتيجه تطلع، يعني الامور تطلع كويسه، نادي الزمالك يعمل اداء كويس وبيراميدز يكسب باستقرار بيراميدز وبالقائمه بتاعته وباللعيبه القويه. سكواد ودكه رهيبه. طبعا. بيراميدز عنده فرقتين، يعني بيراميدز عنده فرقه جوه الملعب وفرقه على الدكه، وفي ناس بره السكور. لا بس نادي الزمالك، بص يا صاحب ناصر، نادي الزمالك والنادي الاهلي انديه كبيره، في المواقف الصعبه بيقدروا يلموا نفسهم. في المواقف الصعبه وفي البطولات اللي هي الماتشات الحاسمه، اللي هي زي مثلا النهارده ماتش حاسم، لا تخرج لا تكمل. فنادي الزمالك نادي كبير، قدر اللعيبه قدرت تلم نفسها. وجود الكابتن معتمد، كمان كابتن معتمد من الشخصيات المحترمه اللي على مستوى الكوره في مصر الناس كلها بتحترمها وبتقدرها. كابتن معتمد قدر يلم الفرقه، قدر يدخل روح جديده في اللعيبه، قدر يعمل لهم تحدي في حوالي الثلاث ايام الاربع ايام اللي هو مسك فيهم الفرقه. فالنهارده يعني وربنا اداله، وربنا يعني كافئه، عايز ينهي دلو كان عادي، وربنا كافئه النهارده ان هو يقدر يعدي بنادي الزمالك للمباراه. يعني كابتن سعيد، زي ما حسام كابتن حسام بيقول، يعني النهارده يوم ممتع بجد الكره المصريه. بس برضه لازم نقول حاجه مهمه جدا يا استاذ ناصر، ان الجمهور هو نجم المباراه الاول، سواء في النادي الاهلي او سواء في نادي الزمالك. الجمهور يا كابتن وجيه النهارده لحد الوقت بدل الضايع بيشجع في الفرقتين عشان يكسبوا. يعني لا الاهلي مستسلم، احنا شفنا ماتش المقاولين والاهلي
لولا ضربه الجزاء اللي جت، لو في وقت زياده شويه كان الاهلي ممكن دخل في قصه مش رتم النادي الاهلي، لكن النهارده الوضع مختلف تماما. النادي الاهلي مركز، بيلعب فرقه تقيله، بيلعب في السويس، الجمهور لحد الوقت بدل الضايع بيحمس في اللعيبه عشان يكسبوا. طبعا ظروف النادي الاهلي غير الزمالك، يعني الاهلي داخل من بطوله افريقيه من وقت ضيق، يعني قصه الاهلي مختلفه واجهاد. خلينا ما احنا هناخد ماتش يا كابتن سعيد. تمام. لكن النهارده الجمهور يا كابتن حسام يا كابتن وجيه لحد الوقت البدل الضيق عندهم امل ان الفرقتين بتوعهم يكسبوا. النهارده اول يوم النهارده حس ان في قطبي الكره المصريه، اهلي وزمالك فعلا. الكره من غير اهلي وزمالك، الزمالك وهو ضعيف تحس الاهلي هو اللي موجود بس على الساحه، لكن النهارده اثبت للناس كلها ان نادي الزمالك نادي قوي، نادي قادر ان هو يدخل ينافس الاهلي بلعيبته بالروح اللي موجوده بالجهاز المصري اللي موجود. انا ما اظنش، يعني انا من الناس اللي بقول ليه نجيب اجانب حتى في الدوري الدرجه الثانيه يا كابتن حسام؟ يعني انا شايف ان مفيش فرق. النهارده كابتن معتمد بيثبت ان هو راجل مدير فني كبير جدا، وبيلاعب مدير فني يعني على مستوى كبير جدا باتشيكو، ده حاجه في الكوره. وكمان عنده فرقه يا كابتن وجيه، يعني يا كابتن حسام فرقه بيراميدز دي انا ما اعرفش ايه اللي ناقصها عشان تاخد بطوله. لا كلها لعيبه، فرقتين يعني عنده فرقتين، يعني عنده فرقه في الملعب بيلعب بيها، وعنده دكه جامده جدا، وعنده ناس بره السكور جامدين جدا. طيب خليني بس ابدا معاكم، عندي شويه مجموعه فيديوهات كده بس انا هبدا. يمكن انا كنت في هنا في القناه وفي مكتب الاستاذ امير عرابي مدير البرامج، وكنا بنتكلم على ان الزمالك هيفوز على فكره، وانا عشان ما بحبش البابوشين بصراحه، انا كنت مشجع شرس النهارده للزمالك انتصارا للمبادئ وليس للكوره، لان يفرق جدا يا كابتن وجيه أن يأتي هذا الانتصار وعلى فرقة بوزن بيراميدز، وبعد 1-0 تتعادل، و2-1 وتتعادل، و3-1 وتتعادل، و3-2 وتتعادل، وتيجي الناس كلها اللي كانت عندك مع العفش يتحولوا إلى مين؟ سامسونج اللي أنت الناس قاعدة تتريق عليها، يجيب هدف بالمليون دولار اللي خدوه. وناصر منسي اللي يكاد يكون أنا فكره مشي والله. يعني سؤال اسأله للاستوديو، ماذا لو ان المدير الفني اسريو؟ سؤال مهم على فكره وجاي لي من الناس مش مني، ولكن خليني اطير الى نادي الزمالك. مراسلنا هناك الزميل احمد سامي. احمد السلام عليكم يا احمد. احمد انقل لي المشهد داخل نادي الزمالك، ويمكن من اجمل الحاجات اللي انت بعتها لنا صوره الكابتن حسين لبيب والكابتن احمد سليمان واعضاء مجلس الاداره في غرفه خلع الملابس مع لاعبي الزمالك بعد المباراه. صف لنا المشهد لانها مباراه تاريخيه بكل المقاييس. خلينا نحضرك كابتن عبد الناصر، لو في عنوان يتحط للمباراه النهارده فعاد الانضباط فعاد الانتصارات. ايوه الزمالك كان عنده فرقه اكبر من كده بكتير، بس ما كانش فيه انضباط، فكان المكسب بيروح بطريقه او باخرى كلكم انت بتشوف. تمام. النهارده منذ ما اعلن كابتن حسين لبيب مجلس ادارته للانضباط هيعود نادي الزمالك باستدعاء 3 من نجوم الفرقه، عشان حضرتك ان لعيبه الزمالك كلها خلاص حسوا ان مفيش كبير في الفرقه، ده فتوح بيسويف، ده زناني ما بيلعبش، لا انا هنضبط الفتره اللي جايه عشان خاطر الاقي نفسي الفتره اللي جايه. جمهور الزمالك النهارده اثر شاد رساله في ملعب استاد القاهره لمجلس اداره، يعني في معناها ان احنا في ظهركم، كملوا والمبادئ خليكم في المبادئ ودوس على الوش، يعني قصدهم اللي هم ما تتعاونوش مع حد، واحنا كلكم وراكم، جمهور مجلس اداره الزمالك ان جمهوركم في ظهركم. النهارده جمهور الزمالك كان عامل ملحمه كابتن عبد الناصر في ملعب استاد القاهره، كان بيدعم الفرقه من اول دقيقه لاخر دقيقه، هم قالوا ان الفوز احنا اللي هنجيبه، هم عارفين ان سكواد الزمالك ناقصه بعض الغيابات وسكواد بيراميدز اكبر، هم كانوا عايزين ان هم هيعوضوا ده بتشجيعهم الكبار داخل الملعب. كابتن معتمد جمال في المؤتمر الصحفي كابتن عبد الناصر قال ان علاقته بنادي الزمالك جد، يعني المفاوضات تمت يوم واحد، تعالى انت عندك ماتش بيراميدز هتمسك الفرقه، فانا ما قدرتش اتكلم مع الفرقه، حتى سالته سؤال قلت له كابتن معتمد ممكن تدير مباراه الزمالك الجايه في افريقيا امام نادي ابو سليم، قال انا ما اشتغلتش مع حاجه مع الكابتن حسين لبيب، هو قال لي والكابتن حسين السيد والكابتن احمد سليمان احنا عايزينك، قلت له خلاص انا هاجي على طول على طول، فانا مش عارف انا هبقى موجود الماتش الجاي او مش موجود، بس انا ابن من ابناء الزمالك فواجب عليا انا متواجد داخل نادي الزمالك. انا حضرتك برضه كابتن عبد الناصر ان بعد ما قدم المباراه مباشره كابتن معتمد جمال ادى راحه للفرقه 3 ايام، وسامسون في تصريحات خاصه كابتن عبد الناصر
قال ان هو سعيد كل يعني سعيد جدا بهدفه النهارده، وبيقال ان هو يعني استنى الفتره الجايه يظهر بعض امكانياته كابتن عبد الله. طيب هل هناك مكافآت خاصه يمكن كان اتكلم عنها الكابتن حسين لبيب قبل المباراه لاول مره ان مجلس الاداره وعد بمكافاه خياليه قبل مباراه بيراميدز؟ خلينا اقول لحضرتك المكافاه بالظبط، هم اللعيبه الكابتن حسين لبيب في اجتماعه مع لعيبه الزمالك قبل مباراه بيراميدز، قبل مباراه بيراميدز قال لك احنا هنفتح المخازن والخزائن مئة ألف جنيه كل لاعب كابتن عبد الناصر. فلعيبه الزمالك كانت النهارده شايفينها بتصور نفسها وشايفينها قبل الجديده داخل نادي الزمالك، فانا هقول لحضرتك كابتن عبد الناصر ان الزمالك قصد مكافاه لجميع اللاعبين وقال لهم خلاص الحجز على الارصده ان انتهى، فالفتره الجايه هتشهد انتعاشه كبيره في الامور الماليه. احنا معانا صوره حصريه هيبعتها لنا انت يا احمد، بشكرك. يمكن احمد صورها بالموبايل، احمد سامي يا جماعه في غرفه خلع الملابس، ويمكن نادرا لما بنشوف مجلس اداره الزمالك كله اهو قدامكم مع شيكابالا واللعيبه وفرحه خاصه و100 الف جنيه لكل لاعب، يمكن نحن ننفرد بالرقم بدقه كمان. بالظبط يا كابتن ناصر، ده كابتن حسين لبيب وعدهم بكده في ماتش بيراميدز، قال لهم 100 الف جنيه مكافاه لكل لاعب، طلع ارقام مش حقيقيه لكن الرقم الحقيقي كابتن عبد الناصر من خلال برنامج حضرتك ان هو وعد مكافاه خاصه 100 الف جنيه. الفريق يا كابتن عبد الناصر برضه الزمالك برضه فاتح خط اتصال مع كذا مدرب لتولي الاداره الفنيه خلال كابتن معتمد جمال يكسب ماتش هيكمل مع حسام كامل كابتن معتمد، لا فقط خاص انه في مدرب اجنبي الفتره الجايه هينتج بعد ماتش بيراميدز بعد ماتش افريقيا، اول ما يوصل الاتفاق معاهم في كذا مدرب مرشح هيتم الاعلان عنه. اشكرك شكرا جزيلا يا احمد يا سامي، بشكرك لان ما زال يعني في الطريق جايين من الملعب والى نادي الزمالك، الكل هناك افراح في افراح وحاجه زي الفل. كابتن وجيه كان سؤالي هل هو انتصار للمبادئ؟ طبعا انتصار للمبادئ والانتصار للاخلاق. تمام. الحقيقه بمجرد يعني انا مش عايز اخش في نواحي فنيه، ولكن بمجرد ما يعني المجلس او المسؤول عن المعسكر حس ان اللعيبه غادرت المعسكر خدوا قرار، وده قرار انا شايف انه قرار تربوي، وقرار تربوي بيبقى عنصر مهم جدا للسيطره على اوضه اللبس والسيطره على اللعيبه داخل الملعب، لانك انت لما بتحقق العداله يمكن القرارات دي هي يمكن عامل المساعد اللي ربنا وفقك وكسبت بيه المباراه. لما تيجي تتكلم على وتقيس فرقه بيراميدز وكل لعيب في فرقه بيراميدز مع لعيبه نادي الزمالك، هتلاقي فرقه بيراميدز كل الفرق اقوى وكل كل اللعيبه اقوى وكل الـ حتى يعني حتى البدلاء تلاقيهم اقوى. ف دي نتاج انتصار للمبادئ، انتصار تمام. انك انت حققت العدل واللعيبه كده حست ان كلهم سواسيه والنادي مؤسسه. طيب